صحيح ان الارض لا تاكل من اجساد الانبياء، وهل معنى ذلك ان جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزال كما هو يوم دفن؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه للسنن انه قال عليه الصلاه والسلام: ان خير ايامكم يوم الجمعه، وفي الارض ان من خير ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه فيها فان صلاتكم معروف علي. اللهم صل عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله كيف تؤول صلاتنا عليه وقد ارمت يعني بليد؟ قال: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. اخرجه للسنن، لكن ليس اسناده في ذاك السالم، اعله بعض اهل العلم، ومشهور عند اهل العلم صحته وانه جيد اسناد حسن لا باس به، وهو يدل على ان اجساد الانبياء لا تاكل الارض بل تبقى طريه سليمه كما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الحديث ليس من الاحاديث المقطوع بصحتها، بل فيها كلام لبعض اهل العلم، ولكن الراجح انه جيد وانه لا باس باسناده، وهذا لا ليس خاصا من الانبياء، فقد يقع ذلك لبعض الصالحين، فقد جهد الناس وعلم الناس قديما وحديثا اجسادا تعيش مئات السنين لا تاكلها الارض من اجساد الصالحين والاخيار من الشهداء وغير الشهداء. والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ما له الحكمة البالغة جل وعلا. ولكن جاء النص في اجساد الانبياء خاصه: ان الله حرم ان تاكل اجساد الانبياء وروحه صلى الله عليه وسلم في الجنه في اعلى عليين الرفيق الاعلى وجده في الارض. لكن جاء في الحديث الذي رواه ابو داود بسند جيد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من احد يسلم علي الا رد الله الروح حتى ارد عليه السلام. وهذا الرد قد يكون مباشره وقد يكون باصه الملائكه، فان جاء في الحديث الاخر ان لله ملائكه سياحين يبلغون عن امه السلام عليه الصلاه والسلام، ويبلغ السلام باصه الملائكه التي تنقل سلام الامه اليه عليه الصلاه والسلام، وروحه في اعلى عليه في الجنه في خير مكان عليه الصلاه والسلام، وجعل الله له منزله في الجنه اعلى منازل وهي الوسيله، اعلى منزل في الجنه له عليه الصلاه والسلام. وهكذا ارواح المؤمنين، ارواح المؤمنين بعد الموت في الجنه، جاء في الحديث ان تعلم انها طائر يعلو في شرف الجنه شبه طائر، يجعلها الله كطائر تطير في الجنه حيث شاءت، وتاخذ من ثمار الجنه وتعود الى جسدها اذا شاء الله سبحانه وتعالى. اما ارواح الشهداء فالله جعلها في اجواف طين الخضر عوضا من اجسادهم التي قتلوا في سبيل الله، اعطاهم الله طير الخضر تكون ارواحهم في اجوافها تسرح في الجنه، يسرحون في الجنه حيث شاءوا، ثم يعودون الى مقناديل معلقه تحت العرش تقع فيها وتستقر فيها وتروح الجنه حيث شاءت. وبهذا نعلم ان روح الانبياء ارواح الانبياء والمؤمنين كلها في الجنه في هذه الدنيا في البرزخ، تذهب الى الجنه ويرفعها الله الى الجنه تاكل من نعيمها وخيرها، ولكن ارواح الانبياء افضل، وروح نبينا صلى الله عليه وسلم افضل الارواح واعلاها واكثرها فضلا عليه الصلاه والسلام. وهذه الارواح تعود الى اجسادها اذا شاء الله، تعود الى اجسادها عند السؤال، عند سؤال الملك بعد الدفن تعود الروح الى جسد وتجيب عما يسال عنه، ذكر ربك ربي الله النبي ونبي محمد ما دينك دين الاسلام، فعند ذلك يوسع الله له في قبره ويفتح له باب الجنه ياتي من روعها وطيبها، ويقول: يا ربي اقيم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي، يعني يرى انه سوف يزداد خيرا. اما ذاك المجرم الكافر اذا عذب من عوذ بالله يقول: ربي لا تقيم الساعه، ربي لا تقيم الساعه، لانه يعلم انه ينتقي الى ما هو اشر من ذلك. لا حول ولا قوه.